بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما قلت لكم، أنا واللي متبع القضية ديالي والتيك توك ديال التيك توك الأول ديالي معتصم محمد، وأنا غادي داير هذا لحقاش في قمة كيكون التفاعل في اليامات الأولى، كيوصلهم الماس ولا كيخترقوا لي كونت ديالي، لا الفيسبوك لا اليوتيوب، لا كونت يوتيوب داوه لي، كونت فيسبوك داوه لي، وهاد لي كونت لي باقيين لي بحال لي معتمينهم ولا داير لهم شي طريقه باش زعما ما ينتشرش بطريقه كبيره. يعني كيكون نسبه قليله اللي كيشوفوا في هذاك الشيء ديالي. انا بالعكس قديم في هذا الشيء في المجال السوشيال ميديا، وكان وموالف كندير شي حاجه ولا كتبارطاجا كتنشر كتشاف بطرق كبيره، ولكن كنتفاجئ اليوم اللي وقع لي المشكل كاين تعتيم اعلامي كبير ناهيك عن تواطؤ بعض الحقوقيين. اغلب الحقوقيين اللي في المغرب تواطؤوا وما داروا والو، اغلب بزاف النواب، ولكن ما كثرت في الفيديو اللي انا مسبتو جاو البوليس حالوني على النائب وكيل الملك اللي امر باش يدوني للشرطه واستمعوا لي وكتبوا كاع هذاك الشيء اللي قلتو في الفيديو، وقال لك الجريمه زعما اللي درتها هي انني تصورت في الحرم ديال المحكمه، وانا كنشوف الناس كتصور، وحتى انا شحال مره كنلتقط التصويرات ما كان اللي كيهضر، ولكن هذه المره ما عرفتش علاش بالضبط داروا لي هكا وحالوني على طبيب الامراض العقليه. والطبيبه تلاقت معها مزيانه وكذا متفهمه، ولكن مع ذلك عطاتني الدواء، يعني بغات يعني تبين يعني انا باقي عندي الورقه، يعني انا ما بغاوش يحيلوني على طبيب ديال الاعضاء ويشوفوا الاعضاء ديالي المضره ويشوفوا لي اثر التعذيب ويشوفوا لي باش نتحل المحكمه باش تقوي لي الملف ديالي باش يتحاكموا هاد المعذبين اللي فيهم موظفين وفيهم ناس من خارج الداخليه موظفين وناس كبار. ما بغاوش يعطوني شواهد طبيه كافيه باش نتابعهم ويكون عندي حقوق تاع مشيت للقضاء الدولي ولا مشيت لدراسه هيئات خارجيه ولا داخليه ولا مستقله، ولا يكون عندي باش نطالب بحقي. ولكن هاد الناس حدوا لي حقي، والطبيب ما بغاش يعطيني شواهد طبيه كافيه باش نتابعهم، ولكن عندي تسجيلات ديال الاطباء وفيديوهات، وانا عطيتهم للامن الوطني، وانا كنثقو في الامن وكنتمنى يدير خدمته وما يتواطؤوش ولا يشدوا الفلوس كما موالفين يشدوا الفلوس ويزولوا المحاضر يديروا المحاضره على كما بغاها الجاني. نتمنى يكون الحقيقة تبان الحقيقة في المس... في الم... في الم... في المشكل ديالي. وكما قلت للطبيبة اللي تما قالت لي لا عاود جابوك هنا غادي ندخلوك مع المهابل، يعني كيهدوك باش إلا صارت إلا عاودت هدرت على حقك ولا يعني خصك تسمح حقك ولا هدرت على حقك ولا غادي يردوك ويديروا لك شي بيبرة يشلوك، وأنا دمي سونسيبل بزاف الدوايات يقدر نتعوق، يقدر يهبلوني بهاد الدواء اللي عطاوه لي. وكنتمنى